كاين واحد الفرح بهذا التكريم وتكريم في المغرب وتكريم في مهرجان مراكش، مهرجان مغربي كبير ومهرجان عالمي، وكذلك يعني والفيلم تصور كذلك في المنطقه شويه في مراكش، دونك لا، وكاين الحضور الممثلين وكاين بزاف د الامور يعني تماما. انت نطقتي واحد الكلمه مهمه، هذا التكريم بقدر ما هو احتفاء، بقدر ما هو شيء جميل، بقدر ما هو مفرح، هو كذلك مسؤوليه. يعني الانسان كيتسمى انه غدا الصباح غتفيق وخصك تخدم مزيان وتتمنى ان الافلام ديالك يمشيو اكبر واكثر واحسن. فوز مولف بالجوائز الى اخره، مي تكريم في بلادك يعني هذا عنده واحد الحس رهيب جدا، وهذا ماشي نهايه فاش نسمعوا احنا تكريم، هذه بدايه يعني عنده مسؤوليه كبيره في الافلام اللي جايين، وخاصو يخدم ويربي تعاونو وتسهل عليه ويستاهل كل خير. يا لا الانسان ولا الفنان يستاهل كل خير. صبر كنصبر لانني فنانه وعارفه اشنا هو الخدمه تاع الفنان، يعني متبعه من الاول في الظل يعني. بطبيعه الحال خاص الصبر في اي واحد، يكون فنان ولا ما يكونش فنان ضروري الصبر يكون، وربي كبير.